جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. 24 ساعة ل 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع. كما قلت في حلقة اليوم، زوز ضيوف: جوهر بن مبارك عن شبكة دستورنا، نبيل بالعم عن شركة إمرود كونسلتنج للإحصائيات. جوهر مرحبا. أهلا وسهلا بك بكل مستمعيك. أسمع، اليوم وصوني حاجة واحدة، قالوا لي بربي ما تخليش يعني باهي نحكيو بشوي باهي واضح. عايد تقولي راك بتعيط؟ انا راه مش نعيط، متحمس نتكلم هكاك حتى في مع الناس، حتى مع اصحابي نتكلم هكاك. فما شكون يحط لك كومنتير؟ ربي يصبر مريتك. هاي نبداو نبيل، تراه المشهد العام، قراءة عامة قبل ما ندخلوا في التفاصيل، علاش اخترتوا توا ساعة تهبطوا للشارع وتعاودوا تسألوا الشارع على مواقفهم في مختلف النقاط اللي سألتوا عليهم؟ شوف، البارومتر بوليتيك نتاع إمرود نعملوه كل شهرين ونطرحوا فيها عدة أسئلة، والأسئلة هي نفسها كل موجة الموجة أخرى. يعني فيه تقييم أداء الرؤساء الثلاثة، ثم سؤال آخر فيما يخص تقييم الخمسة وزراء اللي يشوفهم التونسيين الأولانيين، وكذلك مؤشرات أخرين كما مؤشر الأمل الاقتصادي، مؤشر الخطر الإرهابي، مؤشر حرية التعبير، ومؤشر الأمل والتفاعل. هذوما نفس يعني الأسئلة بنفس المنهجية نطرحوها كل شهرين ونقعدوا نتبعوا شنو تبدل، شنو اللي متبدل، شنو تحسن، شنو الأسباب، ونطرحوا المعلومات هذه لكل وسائل الإعلام والمجتمع المدني باش تكون يعني قاعدة للنقاش والتحاور. طيب، باعتباره انه مؤشر خطر الارهابي نتبعوا فيه، صارت العمليه الارهابيه الاخرانيه نتاع شهر محمد الخامس، حبينا نشوفوا شعور تونسي ورايه كيفاش يعني تعامل مع العمليه هذه، لانها عمليه نوعيه على باتو لي ريكورد كمان بالنسبه للعمليات اللي صاروا قبل. اول مره في تونس تصير عمليه بالانتنسيتي هذه في الموقع هذاك بجنب وزاره الداخليه في وسط العاصمه، وبالطريقه هذيك اوبيراسيون كاميكاز، يطلع واحد معناتها في 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 الحافله ويترشق روحه. دونك معناتها سي قلنا خلينا نشوفوا دابور المؤشر هذا في نوصل، ثانيا حبينا نطرحوا اسئله اخرين باش نشوفوا الشعور التونسي سون ايتا ديسبري سويت ا سيت ايتا لا سكوك. سي كوميم ان ايفينمون كي جديد لينا احنا، حاجه جديده. خلينا نشوفوا شنو هو الشعور التونسي وشنو رايه في اداء الحكومه منذ تولت الحكم، خاطر العمليات ولات مسترسله، عمليه بارد وعمليه القنطاوي ثم عمليه شهر محمد الخامس. وحبينا نشوفوا كذلك زاد رايه فيما يخص الاجراءات اللي اخذتها الحكومه، ان اجراءات ناجعه بالنسبه لي والا لا، وشنو ربما الحلول اللي اقترحها الشارع التونسي. يعني هذا في الجمله يعني الاسئله اللي طرقناهم في الجمعه اللي بعد ما صارت العمليه الارهابيه. هذا هو معناتها اعطيتك الاطار. يعني كان جو السؤال اللي المهم اللي هو نفس السؤال اللي كنا نطرحوه ديما قبل: حسب رايك تهديد الارهاب في تونس عالي برشا، عالي، منخفض ولا منخفض برشا؟ قبل ما تجاوبنا شنو قال التونسي؟ نفس السؤال ليك جوهر بن مبارك. عالي عالي، معناتها عالي برشا، عالي والا منخفض والا شنو عندكم الاقتراح؟ منخفض برشا ولا منخفض برشا؟ ديما نحترم المستقبل نقولوا عالي عالي، لانه اذا مش نقولوا عالي برشا وفي المستقبل نجم يزيد يطلع اكثر من تمشيو معناها. اي معناتها تخليه للمستقبل يزيد يطلع، ربما في المستقبل اكثر من المخاطر الموجوده حاليا. طيب كيفاش كنت جبت؟ اي هو تو راي سي جوهر في المجموعه الاكبر اعطت معناتها نسب نتاع جواب. اي يعني كلهم جاوا في النسبه هذه، معناتها النسبه العاليه هي اكثر مجموعه. ولكن احنا في الوقت اللي نعطيو البارومتر نتاعنا ناخذوا نجمعوا العالي والعالي برشا، نجمعوهم الزوز نلقاو المره هذه تحصلنا على اعلى نسبه اللي هي 77%. 77% من التوانسه يراوا انه خطر التهديد الخطر الارهابي عالي. عمرنا ما وصلنا لل بين عالي وعالي جدا، ما بين عالي وعالي جدا. يعني وهذايا نسق مثلا الانستيتيو بي بي ا اخر مره تو في شهر نوفمبر، كذلك طرح نفس السؤال بعد عمليه الارهابيه نتاع باريس في في في, في نسق 75%. يعني نفس انتم بعد العمليه بقداش تقريبا؟ احنا بعد اسبوع يعني بدينا في 26 نوفمبر يعني بعد تقريبا بعد الجمعه بالضبط، وقمنا قبل بعمليه نوعيه. تنقول لكم علاش باش نشوفوا الشعور التونسي، لازم يكون تسبق العمليه الاحصائيه باش ناخذوا لي موداليتي. لهنا اللي نحب نقوله بالنسبه للمؤشر هذايا، علاش جلب الانتباه نتاعي وثم نقطه اللي معناتها انا بدي كسؤال هو نطرحه للمعنيين بالامر والمجتمع المدني والاعلام الى غير ذلك. وقت اللي نتابعوا المؤشر هذايا
هو نورمالمون لازم يكون في الوضع الحالي وضع ارهاب نتاع تونس هذا العباد تسمع ديما اللي تم عمليات ارهابيه وكل شيء يبدا يتراوح ما بين 57 ما بين 62% الناس كل تعرف هذا نتاعنا مش وضع كما كنا 5 سنين او 10 سنين التالي الامور تبدلت ولكن ثم فتره نزل فيها برشا هي فتره قبل وقت اللي اعلنوا على الدستور نزلت 25% نفهموها هذه لان في الفتره هذيك التونسي الكل كان المزاج نتاعو لاباس به الدستور وفاه يجيو انتخابات برشا امور تفهدت بالنسبه لي امل تحل باب امل كان عالي بالقدا كان مفتوح على مصراعيه في الوقت هذاك التونسي استنى في الانتخابات معناتها كان خاطر معناتها ليتا لو جوجمون كونسيرنون راهو لا مناس تيروريست لي على ليموسيون دو لانديفيدو حاله معناتها دونك ايموسيونيلمون التونسي كان في وضع ايجابي وقت هذاك علاش الخطر الارهابي كان بسيط ولكن بعد رجعنا ساقو بدات العام 52 64 وقت اللي داهموا على مسكن لطفي بن جدو ثم وصل 69 قبل الانتخابات بشويه وقت اللي صار اعلان اللي راهو ربما باش يكون تم عمليات قبل الانتخابات يا توانسه ردوا بالكم صارت عمليه استباقيه في برج الطويل دونك ثم حركيه شدوا برشا عباد الى غير ذلك هنا خلى النسق يطلع نتاع المؤشر الاب 69 ثم ولهنا اللي انا مقلقني زوز ارقام هبطت من بعد 37% من بعد عاود طلع 67% في عمليه سوسه في عملية باردو سامح باردو ومن بعد عاود طلع بنفس النسق في عملية سوسة يعني وثم ما بيناتهم زوز عملية محمد الخمس عملية محمد طلع 77 يعني تم زوز أرقام قلقيني في 37% بعد عملية باردو و 40% بعد عملية سوسة يقول قائل علاش يهبط بالطريقة هذيك والإرهاب مازال موجود في البلاد يعني هذا السؤال اللي يطرح لأن في فترة مثلا فترة الانتخابات قبل الانتخابات نسق كان عالي ولكن ما صاروش عملية إرهابية هذا بتقدر يبين أنه خطر الارتفاع والانخفاض ما كانش دائما مرتبط بوجود موضوعي لتهديدات موضوعية بعد ما مثلا بعد ما تمت المصادقة على الدستور موضوعيا ما فما حتى شيء يخلي النسق متاع الإرهاب مش يطيح يعني المسألة مش مربوطة ببعضها ولكن هذا يثبت ربما أنه الحرب ككل الحرب ككل الحروب بما فيها الحرب على الإرهاب هي قبل كل شيء حرب نفسية. يعني الإرهابيين يحاربوا فينا حرب نفسية أكثر منها حرب أخرى. مازلنا ما وصلناش إلى يعني نوعية أخرى من الحروب، ماشي في وضعية بعاد على وضعية ليبيا، بعاد على وضعية سوريا، بعاد على وضعية العراق، ورغم هذايا ثم الهجوم النفسي اللي هو الأكبر وهو الأخطر. هو الأخطر في المعلومات اللي قدمها نبيل بالعم من خلال التقرير والإحصائيات هذه هو أنه التونسي مالوريزمون لليوم ما يفيق بالعملية الإرهابية واختر الإرهاب كان بعد الضربة في 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 غضون العشرين يوم الأولانيين نتاع الضربة ومن بعد وكأنه ما عادش فما حالة نفسية صحيح للتوانسة ولكن أيضا مرتبط بشعورهم بالحماية والأداء متاع السلطة أيضا عنده تأثير وربما اليوم فما التوانسة يشعروا أنه الحرب على الإرهاب كما يتخيلوها هما كما يشوفوا كيفاش يلزمها تكون وشنية مستحقاتها ربما ما هيش نفس المفهوم عند السلطة السلطة مش قاعدة تقوم بكل ما يجب القيام به ربما الأمور يشعر بعض التوانسة أنه الأمور فلتت على السلطة وهذه مسألة نفسية حرب نفسية الدولة عليها أن توليها اهتمام أنها تقلب المعطيات هذه وتعطينا وتعطي للشعب انطباع بأنه نفسي أيضا أنه فما رجال ونساء واقفين وأنه ما فما علاش يخافوا بالشكل هذايا بالضبط هذايا ربما مهم صحيح ولهنا نحب نعرج على نقطة مهمة برشا كما قال سي جوهر هي تقييم المؤشر هذايا سي اون كيسيون دو بيرسيبسيون الإدراك ايه. احنا مش هنا قاعدين نشوف كيفاش ما انت مش نعطيو لي سكور قداش صارت عمليه وشدوا واحد لا هذيك مش مولات الداخليه مش مولات المستورات المعنيه ايه. احنا اون ايفالو لا بيرسيبسيون كيفاش توسي يرى الخطر الارهابي ولكن ثم يعني الامن والسلطات والحكومه عندها سا بروبر بيرسيبسيون لان هي اللي كونفرونتي ا نوتر رياليتي عندها المعلومات وبالتالي التعامل مع الحقيقه تعامل اخر
في يعني دي موان دو بروتكسيون و بي سي ان فونكسيون دو سا كيل فون ديسيدي سيل فون اجير ولا لا يعملوا عمليه استباقيه ولا لا يشدوا ولا لا دونك لو سيستيم دو بيرسيبسيون دو غوفرنمون معناتها دي زاكتور اللي هما من مشمولاتهم الامن مش نفس ولكن لازم يكون ثم تناقص لازم يكون ثم فهم وعمليه اتصال اون هارموني باش يبدا التونسي ماهوش اون ديكالاج بارابور على رياليتي جوستومون وهذا ولا. اذا كان يبين حاجه يبين في نهايه الامر اذا كان نعمل المقارنه الاشكال الكبير في الكوميونيكاسيون اليوم والكوميونيكاسيون اللي بين السلطات وبين الراي العام اللي انتم تسالوه هو مع على علم حد شيء فاصل صغير وراجعين لبقيه الارقام الراي العام في الامن نتاعو خاصه انه كل الاحصائيات سواء كانت عند شركتكم ولا بقيه الشركات تتاكد انه اولويه التونسي اليوم هي الامن بطبيعه الحال هو شوف اللي كان نرجو حتى الاستطلاعات اللي قمنا بها قبل الانتخابات أي. وحتى الاستطلاع اللي قمنا به يوم خروج الناخبين من صناديق الاقتراع سونداج سورتي دي زور اللي راه مش اونيكمون راه باش نعطيو النتيجه وشكون نجح وهذاك مستر ستور داكور فاعل مع علم برشا ولكن استنى اسئله اخرى راهو قلنا لهم مثلا الجماعه اللي انتخبوا السيد الباجي قائد السبسي علاش انتخبتوا وحتى جماعة اللي انتخبوا سيد المنصف المرزوقي علاش انتخبتوا أيوة. طرحنا السؤال هذا شنو ما لي زاتونت شنو تستناو نتوما من الرئيس اللي انتخبتوه اليوم أعظمية اكثر الاجوبه اكثر نسبه هي قلت لي زاتونت دو سيكوريتي نحب البلاد في امن الامن يرجع للبلاد وارجع هاي بالدوره الى غير ذلك ثم الامور الاقتصاديه وامور البطاله الى غير ذلك ولكن لاتونت كي معناتها اللي كي ماركي لو بلوس الناخبين نهار يوم الانتخابات يعني نهار اللي مشاو صوتوا هي الامن هذا باش يستناو التونسي استناو من عند الرئيس وبالتالي فان اللي جاي بعد يلزم يدوافسا يلزمهم يشوفوا معناتها الشيء هذا بطريقه كونكريت شنو اللي صار تو انا انتخبتك اللاتونت نتاعي اللبنانيه الامن من بعد شنو النتيجه؟ نتيجة تم مالوغوزمون يعني عملية إرهابية تواصل عملية إرهابية السياسي وقت يقيم اليوم التونسي يعني العمل والمردود نتاع الحكومة نتاع السلطة والرئاسة اللي الرئيس اللي انتخبوا باغابوغ سا برانسيبال اتونت يلقى روحو إلي ديسو أون كيلكو سوغت وهذا شفناه التونسي متسامح راهو والتونسي راهو إني با تخي سيفير دون سون جوجمون ولكن وقت اللي يزم يعطي رايه بالصبورة ما كيطرش كيطرشق خاطر لهنا وقت اللي نشوفوا مثلا السيد الباجي قائد السبسي ما بداش نسق عالي وحتى السيد الحبيب السيد وكذلك حتى السيد محمد الناصر ومن بعد كشي طلعوا شويه ولكن من بعد في الفتره الاخرانيه اللي ما بين شهر سبتمبر وشهر نوفمبر لقيناهم ثلاثه براتيكمون في انحدار يعني تقلصوا ب 10 نقاط 10 نقاط لان صار تراكم بالنسبه للتونسي تراكم في الاخطاء من ناحيه الامن اول حاجه ثاني حاجه التجاذبات السياسيه اللي التونسي قاعد يقول يا اخي معناتها علاش الامور توصل للدرجه هذه معناتها التونسي لهين كان بالسياسه والامور الاقتصاديه فينو والتشغيل فينو والامن فينو دونك كنشوفوا احنا لوكوباسيون دي سباس ميدياتيك اي تو اعطينا الارقام اعطينا الارقام مثلا بالنسبه للسيد رئيس الجمهوريه في شهر سبتمبر كان نسبه الرضا نتاعو 53% ولات 41% في شهر نوفمبر هذا بالنسبه دونك للرئيس الجمهوريه كذلك بالنسبه للسيد الحبيب السيد دونك نقص ب 10 نقاط وسيد محمد الناصر نقص يعني ب 8 نقاط تم كذلك مؤشر مؤشر الاقتصاد كنا نطرح سؤال يعني في الوقت الحالي نرى تعقد الاوضاع الاقتصاديه في تونس بصفه عامه قاعده تتحسن ولا قاعده تدهور نلقاو نسبه التوانسه اللي راهو الوضع الاقتصادي قاعد يتحسن كان في شهر سبتمبر 35.9% تقريبا 36% في شهر نوفمبر ولات 24% اكاها 12 نقطة تقريبا هذا هو النسق نتاع 10 ما بين 10 و 12 اللي لقاوه في الشيل دو بوبيلاريتي نتاع ليكزيكتيف اون ريكوبير او نيفو دو ليكونومي دونك كونكوردون فوالا هذاك علاش سي لوجيك وي دونك سي اون ديسيبسيون او نيفو يعني في في ما خص يعني خيبه امل من السياسات ومن الاشخاص من الاشخاص اللي يمارسوا السياسات هذيك
انا اتصور انه هذا في وقف في شهر نوفمبر، ولكن ربما حتى في الاسابيع القليله الاخيره وفي الايام القليله الاخيره زادت من سبب لي التهور. بون ما نجمش نقول توا خاطر ثم حاجه كمان سي جوهر هنا ما نعرفش بالحق، خاطر في اغلبيه الاحيان انا اتصور انه مثلا بالنسبه لرئيس الجمهوريه الخطاب اللي القاه اخيرا ربما مش يساهم في انه يزيد ينزل اكثر، باعتبار انه خطاب غير موفق وبرشا توانسه اعتبروا انه مش معقول انه في حاله حظر تجوال وفي حاله طوارئ انه رئيس الجمهوريه يخاطبهم في خطاب ينتظروا فيه واعلنوا عليه على كل القنوات ولم كل الراديونات وكل التلفز، الناس تستنى في قرارات مهمه، في قرارات اساسيه تهم محاربه الارهاب. اتضح انه بالنسبه لهم الانطباع اللي خرجوا به انه رئيس الجمهوريه يخوض في حرب داخل نداء تونس اكثر من انه يخوض في حرب على الارهاب، معناها وهذا هو القائد الاعلى للقوات المسلحه، هذا راه النجم كان يزيد يثقل كاهل التوانسه بالخوف، باعتبار انه اذا كان الحوك حوكمه الحرب وحوكمه المواجهه مع الارهاب تتم بالطريقه المائعه هذه وبالطريقه الغير جديه، هذا من النجم كان يزيد ارباك التوانسه، حتى وان كانت المنظومه الامنيه والجيش التونسي والامن قاعدين يخدموا في على الميدان وما ربما ماهمش يتاثروا ياسر بالنزاعات السياسيه وبالصراعات السياسيه، الا انه النفسيه نتاع التوانسه تتاثر كثيرا لما يراوا القائد الاعلى للقوات المسلحه في مناسبتين متتاليتين بعد عمليه تونس يخرج اولا في مره اولى بقرارات ضعيفه، ويعني شافوا التوانسه انها مجرد ضر الرماد على العيون، مساله اعلان حاله الطوارئ ومساله يعني اغلاق بعض السيت انترنت الى اخره، يعتبروا ان ما ارتقاتش الى مستوى الحرب الحقيقيه على الارهاب كما يشوفوها هما، ويزيد من بعد يعني مباشره من بعد ايام من بعد يزيد خطاب اخر غير موفق، معناها يعتبروا انه رئيس الجمهوريه بالقطع نظره خرق الدستور الى اخره، الا انه ما يهتمش الموضوع اللي هم مهتمين به. طيب. يعني فما ديكالاج بين اهتمامات التوانسه واولويات التوانسه واهتمامات رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه. من بين الاسئله نبيل بالعام انا عاش كان سالته التوانسه على شنو اللي مقلقهم اليوم؟ شنو المطلوب انه يتغير اليوم؟ انا باش السؤال نتاعك باش نقسمه على اثنين. دبر الشعور نتاع التونسي بعد العمليه هذه، تنجمش تقول لي شنو الشعور اللي طغى عليك بعد العمليه اللي استهدفت الامن الرئاسي؟ هنا قمنا كما قلت قبيله عمليه نوعيه، يعني خذينا مجموعه فوكس جروب باش نحصروا انواع الشعور، لان هذا لازم نفهموه ويلزم سا دو ايتر اكسبريمي باغ لو تونيزيان اترافيغ سي سونتيمون حزن ولا. وحصرنا القائمه هذه على عده عناصر، الغضب، التضامن والالتفاف حول راي تونس، القلق بالحزن الخوف والا شعور عادي كانه الناس دونك سالناهم هذوما لقينا اكثر شعور اللي طغى على التونسي وشعور بالغضب. الغضب يعني 23.5% الغضب على شنو؟ غضب على كل شيء، غضب على معناتها على الوضع السياسي على الاعلاميين على اداء الحكومه في مقاومه الارهاب، الغضب حتى على التونسي يقول لك كيفاش هذا التونسي معناتها عايش فرد كارتيه هو البوليس اللي فجر في الحرب ويعمل عمل كيف هكا، معناتها سي ان سونتيمون دو كولير هو اللي طغى، ثم سنتيمون دو سوليداريتي التضامن والالتفاف حول راي تونس، يعني لهنا التونس الكل متفقوا ناس كل هنا يقول لك في الظرف كيف هذا ننساو هذه، الواحد عنده فكر ولا اتجاه معين والاخر فكر اخر مختلف، لا هنا تو مصلحه تونس اللي هي المهمه، القوة 21.2% ثم بالقلق سي سنتيمون دانكيتود قلق على المستقبل بلاده ولاده دونك عائلته اقتصاد كل شيء فهمت هذا، والحزن كذلك راه وقت اللي نقوموا بالعمل الميداني وسالنا عباد كان عباد معناتها يعني يا دي جون كيون كراكي في التليفون وقت اللي نكلموا فيهم راه يبكيو كاريمون علاش هكا تونس ولا علاش احنا وصلنا للدرجه هذه، عمره ما كان واحد يتصور اللي باش تصير عمليه كاميكاز في وسط البلاد، معناتها يا دي جون بالحق كيون كراكي دونك هذه الحزب الحزن اللي هو نسبه 18%، ثم الخوف كذلك الخوف على المستقبل، خوف على الولاد، خوف على البلاد، دونك هنا 16.8% ونسبه ضئيله ولكن هي نسبيا ضئيله، انا ما نقولهاش ضئيله برشا راه 1.8% شعور عادي معناتها فما ناس يقعدوا عاديين رغم العمليه ورغم قطعاتها ورغم ما تاثرش
ما تاثرش فيه ولا غير مبالي. غير مبالي شنو سيكو تم حاجتي نعرفوها زاد هذايا بقفة ثم دي جونر الكوميونيكاسيون تاعهم ما الكوميونيكاسيون ما تصلهمش بالبداية. قلت صارت عملية ضربة ولا شنو دونك نورمال بعيد عليا تقاف ثم حاجة أخطر اللي هي بالك شدينا نستانسوا على خاطر ثم فرق بين الضربة الأولى وأول مرة تصير ضربة في البيت وبين تو بدينا نستانسوا كل يوم تصبح تقول بالك شي تو نسمع ضربة في البقعة الفلانية. فوالا فوالا هذا الثاني اللي باش حبيت نقول عليه وقلت أنت دونك سي زهير اللي يا effectivement خافوا اذا كان يولي صافي بارتي دو كوتيديان النورماليزاسيون لا نورماليزاسيون فوالا. وهذا يرجع لشكون تو نحكيو في الموضوع هذا جوست بعد مش زمان مادي ساعه مع زميلتنا ايناس فرادي احنا راجعين في بوليتيكا مرحبكم عنده قيمه معناتها اللعبه كل لعبه كراسي في نهايه الامر كان حبينا ولا كرهنا مالوريزمون. وهنا قاعدين نشوفوا معناتها احنا على ابواب معلومات عن تحوير وزاري وتسريبات عن هذا التحوير لما عاش كان سألتوا عليه المواطنين التوانسة التحوير الوزاري أو على الأقل التونسي رأى أنه لابد من تغيير الأشخاص أو المسألة لم تعد مرتبطة بأشخاص اليوم في تونس. لا ما طرحهاش غير خاطر صار بعد الاستمارة نتاعنا يعني التحوير الوزاري اللي صار بعد الاستطلاع اللي قمنا به. ولكن سألناها التونسي فيما يخص الإجراءات اللي أخذتها الحكومة فيما يخص التصدي فيما يخص الاعلام الحرب على الارهاب. يعني قبل ما نعرفوا راي التوانسه نحب نسال جوهر الحقيقه طريقه اعلام الحرب اليوم او الحديث عن حرب ضد الارهاب في تونس اليوم مطمئنه ولا غير مطمئنه جوهر؟ هو ما فماش اعلان حرب. هو رئيس الجمهوريه الى كونستاتي عاين وجود الحرب في حين انه صلاحياته الدستوريه تتمثل في إعلان الحرب وإبرام السلم. القائد الأعلى للقوات المسلحة خاصة لما تكون هجمة وحشية بربرية من عصابات مجرد عصابات على دولة وعلى بلاد وعلى شعب، القائد الأعلى للقوات المسلحة كان عليه أن يعلن الحرب ولكنه لم يعلن الحرب. معناتها يزمو يقول أعلن الحرب على داعش. إعلان الحرب فيه إجراءات. إجراءات كيما شنو هو؟ معناتها فسر لنا. إجراءات تتعلق بالبرلمان، أن يعلم البرلمان ثم مشي على التصويت في البرلمان بأغلبية الثلثين. يشاور البرلمان في إعلان الحرب. بطبيعة الحرب. قانون. بطبيعة الحرب هي. بطبيعة الحرب. وهذا علاش؟ باش تكون كل السلطات لما نعلن حرب تكون كل السلطات مندمجة وكل السلطات متناسقة ومتناغمة في الموقف. لحظة معناتها اللي تقول فيه جوهر بن برك إنه تونس اليوم لم تعلن الحرب. رسمياً دستورياً ليس حديث حاجة. نحن في حالة حرب حديث. لا هو ما قالش أعلن الحرب. احنا قال في حالة حرب. إيه بمعنى إعلان الحرب. لا ديكلاراسيون دو غير إي لو كونستا دو غير. لا ديكلاراسيون دو غير سي أون بروسيدور كونستيتيوشونيل عندها مقتضيات في الدستور يشترك فيها رئيس الجمهورية مع الحكومة مع البرلمان وفيها إجراءات وفيها إعلان رسمي. ربما حتى توجه رئيس الجمهورية إلى البرلمان وخطاب أمام البرلمان ويعلن فيه الحرب. رسمياً سلونا الماء الحرب. والحرب لما نعلن الحرب مش نعلنها على طرف، وهذا علاش ما تمش على الحرب. لأنه نحبوا نخليه العدو في المهموتة، نحبوش نحدوا العدو. شو معناها؟ نقول أحنا في حالة حرب ضد الإرهاب سنة باتسانس. شنو هو الإرهاب هذا؟ شنو هالكيان الهولامي هذا؟ احنا اللي عملنا عملية في تونس واللي عملنا عملية قبلها في باردو واللي عملنا عملية قبلها في سوسة تنظيم داعش تبناها تنظيم داعش. ناس تدربت عن داعش تسلحت من داعش ودمرجت عن داعش وتبناها تنظيم داعش. وتنظيم داعش هذا ماهوش كيان هولامي، ماهوش كيما تنظيم القاعدة انا مغروس في خلايا نايمة مزروعة في الأحياء إلى آخره. هذا يتصرف تصرف الدول، عنده أراضي يسيطر عليها، عنده مصالح اقتصادية، عنده مصالح عسكرية، عنده معسكرات تدريب للتوانسة يمشي ويعرفوها العالم الكل يعرف وين المعسكرات التدريب للتوانسة. عنده تجارة، عنده نفط، عنده مصافي نفط، عنده موانئ، عنده مطارات يسيطر عليها، عنده مصالح على مرمى العين. بعد الحاجز الترابي هذاك اللي عملوه جديد على مرمى العين مصالح داعش. المفروض كان يتم إعلان الحرب بشكل رسمي على داعش كتنظيم وككيان كهدف كعدو كأهداف وكعدو واتخاذ الإجراءات المتناسقة مع إعلان الحرب. أي ولكن شو اللي يمنع تونس أو رئيس الجمهورية من إعلان الحرب بالشكل القانوني؟ أنه ما ينجح ما يحبش يحدد العدو.
لأنه تحديد العدو بشكل واضح ودقيق يعني استحقاقات والتزامات. مثلا أعطيك مثال اليوم، هل نستحق يعني تستحق القيادة العسكرية قيادة الأركان الدعوة إلى التعب العامة ولا الجزئية ولا لا؟ هل مفروض نتركوا مسألة دعوة جنود الاحتياط؟ أنا أعطيك علاش. لأنه اليوم فما إنهاك قاعد يقع على مستوى قوى الجيش وقوى الأمن في محاولة حماية الحدود مع ليبيا ومع الجزائر، حدود طويلة وخطيرة، ثم في تأمين عملية تمشيط متواصلة للجبال والمرتفعات بين جهة سيدي بوزيد وجهة حتى الجندوبة تقريبا على كامل مرتفعات الشمال الغربي. هذايا قاعد ينهك بشكل كبير في قواتنا العسكرية المحدودة المحترفة، عددها محدود رغم تجاوز 30,000. وعملية التمشيط اللي قاعدة تقع بخلاف القوات اللي زي ما تبقى على الحدود ترابط على الحدود، فما قوات اللي تمشي تعمل عملية تمشيط عددها مش كافي، تقوم بعملية تمشيط جزئية، نشط في جبل هذايا يختفيوا في المنطقة أخرى، هم يكملوا الأخرين يرجعوا للجهة هذه. الجيش ربما صار آل الأوان أن يقوم بعملية تمشيط شاملة و يعني مستمرة وممتدة ان باراليل، يعني كل المرتفعات تنجم تدوم العملية 3-4 شهور، ولكن عملية مسح كامل المرتفعات مش بالجزء مش بالجزء. هذا يستلزم استدعاء الاحتياط، هذا يستلزم قوات يعني بشر واستدعاء جزء من الاحتياط، يعني دفع الاحتياط لتأمين الحدود ودفع جزء آخر من الاحتياط لتمشيط الجبال والمرتفعات وإنزال القوات الخاصة وقوات الحرس الوطني وقوات الخاصة للجيش الوطني، إنزالها من الجبال ومن حماية الحدود لحماية المدن. لأنه اليوم عندنا مشكلة هو عودة الإرهاب ونزول الإرهاب سكنابال لتيروريزم دماكي في الجبال، نزل اليوم إلى المدن، الناس تشعر أن الحماية للمدن ضعيفة، وهذا لأنه الإفكتيف ضعيف. المسألة الثانية هذا العنصر البشري، الحرب تستدعي إمكانيات. اليوم شو ناقصنا؟ هل أنه رئيس الجمهورية قاعد على القوات المسلحة والحكومة قاعدة تستمع لقيادة الجيش وقيادة القيادات الأمنية وقيادة الأركان في حاجياتها؟ اليوم نحتاج ديدرون، نحتاج طائرات الهليكوبتر، نحتاج أدوات المراقبة، أدوات التشويش على الاتصالات، نحتاج كل هذا عنده فاتورة تكلفتها قداش؟ وش مين مش تتمول الحرب؟ لما نعلن الحرب لازم نحدوا مين مش تتمول ميزانية الحرب. نعطيك مثال اليوم، المجلس نواب الشعب غارق في أزمة، أزمة الإعفاء الجبائي، لم يستي فيسكال على ما يسمى بمراكمة الديون المثقلة على ميزانية الدولة. تعرف شنو هي هذه؟ ما تتعلقش بأصل الضرائب، تتعلق بالخطايا والتأخير وكل اللي عمله. ما خلصتش عمله جبنا اليدين. يعني عام 2013 قدرتها وزارة المالية ب 8000 مليار، يعني 8 مليار دينار. 8 مليار دينار هي يعني ديون مثقلة على حساب الدولة غير مستخلصة بشكل تأخيرات دي روتارد ديكلاراسيون وإتسيتيرا. هذوما من المفروض اليوم في حالة حرب، لما ندخل في منطق حرب ولما يتم إعلان الحرب، هذوما فصل واحد في قانون المالية، شهرين اللي عنده خطية للدولة واللي عنده فرنك مش خالص يخلصوا ويتصبوا الكل في صندوق محاربة الإرهاب. عندنا 8 مليار دينار في شهرين نجم نلموه، يكفي أنك تحط فصل واحد في قانون المالية، اللي ما يدفعش بعد شهرين يدخل حبس. لأن في هذا اقتصاد الحرب، اقتصاد الحرب مش تمول الحرب، حرب حقيقية، حرب جدية وتطبيق القرارات. في الحرب الناس كل ضحي، مش كان الأمن يضحي ومش كان الدولة تضحي، الشعب زاد يضحي، واللي عنده فلوس تسالها له الدولة وإلا التأخيرات وإلا خطايا بخلاف الناس اللي مش قادرة يتصرف ويجيب لأنه هذا هو التضحية. اللي عندنا جنود مش في الحدود اليوم وفي المدن وفي الجبال مش تضحي بأنفسها، هل اللي ما يضحيش بمليون، اللي ما يضحيش ب 500 دينار، اللي ما يضحيش ب 300 دينار، واللي مش مخلص بنيات، واللي مش مخلص، واللي عنده خطية مش خالصة، هذوما يجيو 8000 مليار في عضنا عفو جبائي مولوا بهم صندوق محاربة الإرهاب. الحرب على الإرهاب تقتضي أيضا تحالفات دولية وتحريك. أنا اليوم كنت نتخيل أن الدبلوماسية التونسية مش تقيم الدنيا وما تقعدها شيء، من أجل أنها أولا تستجلب تحالف إقليمي لمحاربة داعش في ليبيا وفي حرب استباقية، لأنه القادم أدهى وأمر في ليبيا والجاينا من ليبيا أدهى وأمر. الجزائر معنية بالمسألة هذه، تونس لا تتحرك في اتجاه الجزائر بالقدر الكافي، لا تتحرك في اتجاه مصر مهما كانت تقديراتنا الموجود في مصر، لكن عندنا مصالح مشتركة، عندنا عدو
مشترك. ايضا حتى على مستوى التحالفات الدوليه يوفم تحالفات دوليه سواء تحالفات مع بين روسيا وبعض المجموعات وتحالفات امريكيه غربيه كلها تحارب في داعش وتاركه وناسيه ومتجاهله داعش في ليبيا. ولما راهو الناس كل تضرب على صلح بلادها الدول القريبه من المنطقه هذيك تحب تستجلب التحالفات لضرب داعش بحذاها لما خايفه منها. واحنا اذا كان ما يتحرك علينا حد وما يتحرك حد على ليبيا باش تبقى الوضعيه هكا اللي تتعفن مش خليوها تتعفن. الدبلوماسيه التونسيه المفروض تتحرك، الماليه تتحرك، البرلمان يتحرك، الجيش يتحرك، هذه هي الحرب على الارهاب. طيب. يعني يتم اتخاذ مثل هذه الاجراءات تو يشعروا التوانسه بالاطمئنان حتى وكان تزيد العمليات الارهابيه. يعني ولكن يشوفوا في تحركات في فرنسا ماتوا 120 120 في العمليه، احنا ماتوا 12 يعني 10 مرات قدنا. ربما احنا امن رئاسي وفرق نخبه الى اخره، لكن الاخرين مواطنين 120 مواطن. لكن الفرنسيين ما يشعروش انه بلادهم في خطر، وانا مش تبرك وانا مش تنهار، خايفين متحيطين من الارهاب. ولكن احنا عندنا شعور اخر، احنا اليوم التوانسه عندهم شعور ان بلادنا ماشيه الى الهاويه اذا كان ما نتحركوش بجديه، لانه مش الارهاب الموجود في باريس كما الارهاب الموجود عندنا. الارهاب في باريس هو مشكله امنيه، سان بروبليم سيكوريتير. بالنسبه لتونس هي مشكله وجوديه، بالنسبه لتونس وليبيا المساله مساله وجوديه، مساله وجود هالدوله وجود هالمجتمع ولا لا. داعش ما عندوش رغبه وما عندوش السياسه لبناء دوله الخلافه في باريس، هو يضرب في الفرنسيس باش يهيئ الوضعيه هنا باش يهيئ عن دوله الخلافه، يرعب في العالم الكل باش ينجم يوسع حدود دولته ويبعد عليه الاخطار في البقعه اللي هو موجود فيها. الاخطار اللي هو موجود فيها. طيب. هذا هو كيف يلزم التحرك ضد الارهاب. طيب في بوليتيكا بحثنا السيد نبيل بلعم وايضا جوهر بن مبارك في قراءه عامه للوضع الامني، وايضا لازم نحكيو زاد مجتمع، نحكيو اقتصاد، نحكيو على الشعب، على الراي العام اللي هو بالاساس ممكن المساند الرسمي لاعلان الحرب لو تم اعلانها رسميا بالشكل اللي كان يحكي عليه جوهر بن مبارك. نبيل المؤشرات اللي عندك. اي هو يعني عده نقاط اللي حكى عليهم سي جوهر توا لقيناهم احنا في الاستطلاع نتاعنا الاخرانيين سوفارم دو شيفر. ايه. الارقام يعني وقت اللي احنا طرحنا سؤال بون سونس بوبولير. طرحنا له سؤال يعني الاجراءات هذوما وطريقه كيفاش الحكومه تتعامل لتصدي الارهاب تراها ناجعه ولا لا، لقاو راهو 49% لقاوها مش كافيه. 49% تقريبا اشتغل. اكبر نسبه. 30% يقول لك كافيه و 20% ما عندهمش راي، ولكن اغلب اكبر نسبه هي اللي راهو مش كافيه. باهي، وهنا طرحنا سؤال مفتوح للتونسي، المجموعه هذوما اللي راهوها ماهيش كافيه. أي. حسب رايك شنو هما الحاجات اللي تراها انت ناجعه والاجراءات اللي تنجم. واللي كان من المفروض تاخذوها. مثلا تكثيف الامن. شو ماذا تكتب؟ يقول لك ثم بلايس في مناطق في تونس اللي هما بلايس ريسك ومسيبه، ما تلقاش فيهم بوليس يدور. دونك ثم سي فري اون كونسونتراسيون وجود نتاع الامن على الحدود في بعض المناطق، ولكن ثم بعض المناطق اخرين ما نلقاوش. يقول لك الامن ما ثم، دونك يلزم يقترح انا المواطن تكثيف الامن. على من تونس من تونس وسوسه في وضع كيما هكا ما وقفوني حتى ما في وجهك مألوف. لا شو معناها اش تقصد؟ واضح معناها من الاخر هكا قلت لي. لا يا اخي كي نبدا في الكياس ما حتى يوقفني باش يولي كل كلمه تو في البوليس تو انت مروح كل دوريه توقفك مرندك شويه وبعد تقعد. دونك وهذه نسبه 57% راه من التوانسه اللي يراو تكثيف الامن يراه حاجه مهمه، اول عنصر اول اقتراح يراه التونسي تكثيف الامن، ثم يقول لك تسليط اقصى عقوبه على منفذي الارهاب. خاطر زاد راهو وانه قداش من مره يشدوا عنصر ولا اثنين يتشدوا 24 ساعه من بعد يتسيبوا. دونك ثم شويه معناتها تسامح اكثر من اللازم. دونك يقول لك اقصى عقوبه لمنفذي عالمي الارهاب، وثم يقول لك زاد ولهنا زاد احداث نقاط تفتيش في الاماكن الحساسه. دونك يقول لك لازم تكون سيستيماتيك لوبيراسيون هذه، غلق الحدود مع ليبيا. هذا اقتراح زاد من عند التوانسه 30% يراو انه الخطر الكبير جاي مع الاسف مع ليبيا الشقيقه. ثم يقول لك ثم زاد عنصر يضر برشا عند التوانسه، التحسيس والتعويه. التحسيس والتوعيه. Et là, c'est vrai, il y a un déficit flagrant en matière de communication et de sensibilisation. لهنا حابين نمشيو اكثر احنا في التحاليل نتاعنا وفي اخذ المعلومه.
قلنا بون التحسيس تاعو الناس كل تعرف ثم مثلا زوز بومضات اشهريه قاعده تصير في اغلب الاحيان في في الزايد عمينا نقوم نشوف كيفاش توصل راه الامباكت نتاعها لا لا كومون الجوج التونيزيان لقيناها متوسطه ياسر عند التونسي وربما ضعيفه ثم واحد ثم ومضه قاوها متوسطه حقا والثانية لا راه فريمون معناتها تعب ما تعبرش مش امور مش مدروسه يا اخي راهو معناتها بور بارلي بور فير دو لا بوبليسيتي على لي برودوي وعلى لي مارك وكل شيء تبارك الله نو سوم تري كرياتيف اون اي اون تران دو فير معناتها دو لا بوبليسيتي اكستراوردينير وفي اهم حاجه في البلاد توا وتهم تونس والوجود نتاعها هي الارهاب ما نجمناش نعملوا معناتها حملات تحسيسيه اون كومونيكاسيون ادابتي كي سادريس ا سيت سيبل مارجيناليزي اللي هما بعض الشباب المهمشين بعض الشباب اللي يقع الاستقطاب نتاعهم بطريقه سهله كبيره ياسر دونك يل فو بيان ايتودي لو بروبليم دو لا سونسيبيليزاسيون دو لا كومونيكاسيون فما حاجه في الكومونيكاسيون معاش السؤال لكم الزوز اللي هي حتى السبوت الزوز اللي قلت واحده بلوز او موا والاخرى تعبه على الاخر وقتاش يتعداو في وسائل الاعلام سواء كان في الاذاعه والا في التلفزه وقتاش قاعدين يتعداو على اثر العمليه سمعنا عمليه متوقع ممكن اعلان الحداد تطيح شويه الموسيقى نبدلوا ديريكت نهبطوا لدو سبوت يدوروا ثلاثة أربع أيام كان طولنا جمعة ومن بعد ترجع الحياة عادية ولا سبوت واحدة لتنبيه الناس كان شفتوا حاجة مسترابة ولا كذا لا رحنا عندنا سبوت تدور في إذاعة جار اف ام على امتداد الأسبوع وما نستناوش معناتها عملية إرهابية كل مرة ندوروها ماذا بينا ناخذوا تقييم من عندكم انتوما للسبوت هذه والنهار مش يضربك في دارك والنهار مش يضرب لك صغارك مش الاخر فقط الارهاب يعتدي على الاخر ولكن انت تنجم تلقى روحك في معناتها انا لو كان نتمنى مثلا من نبيل بن عم كان يمشي يعمل كما الاحصائيات او كان يمشي يسال عائلات الشهداء اللي تاخذ الكل سواء كان من مدنيين او امنيين هل توقعوا في يوم من الايام انهم يكونوا ضحيه للارهاب؟ هل كانوا يتوقعوا انه نهار يعملوا الدفينه والزنازه وتجي تلافز تصور لانه الارهاب باش يضربها. سان لاريف با كوزوت. جو سوي سور باش يقول لك عمرنا ما كنا نتوقع. اي. مثلا ام مبروك السلطاني الله يرحمه اللي تذبح ما تصورش كان نهار خمت انها ولدها باش يهزوا شهيد. اي صحيح. لا لا هذا موجود وهذا يعني معناتها الهدف نتاع حملات تحسيسيه يلزمها تتكاثر ويلزمها تاخذ معناتها نسق شامل في 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 في, 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 في الجمهوريه الكل وعلى كل مستويات المستوى الثقافي نتاع التوانسه يعني كل واحد الطريقه نتاعو لهنا يفو امبليكي لا سوسيتي سيفيل با اونيكمون لو رول زاد دي ميديا والا دو غوفرنمون ولا حاجه حتى زاد خرجت من عند التوانسه بنفسهم يقول لك تشريك المجتمع المدني 26% من التوانسه يقول لك لازم التشريك للمجتمع المدني في مقاومه الارهاب لان اللي صار وقت اللي قلت لي سي زهير اللي ذبحوه واللي عمل معناتها امه ما كانتش تستنى ولا الارهابي اللي والديه معناتها ما كانوش يتوقعوا ان ولدهم باش يتعدى من مرحله لمرحله اخرى هذا يدل على شنو؟ يدل على ما عادش ثم تواصل راهو ثم اون روبتور كي سي انستال كي سانستال رابيدمون ما بين سي جون هذوما اللي ينساقوا بسرعه للارهاب وما بين لي بارون ما بين المسؤولين ما بين حتى المسؤولين التربويين في التربيه في الاساتذه الى غير ذلك يعني ولا سي تري فاسيل لو جون اليوم باش يخرج على لو ميليو نتاعو وينساق رابيدمون فيغ لو بروسيسوس معناتها دو فابريكاسيون دان تيروريست هذا يهزني لسؤال مهم جدا جوهر كان تسمح اليوم صحيح نحكيو على حاله الحرب في البلاد جست بعد الفصل جاوبني على السؤال كان تسمح ولكن ناسين نقطة مهمة برشا اللي هي ريكروتمون اللي قاعد يصير انتداب شباب تونسي للانضمام إلى صفوف الإرهابيين لو كان نجيو نعملوا ربما إحصائيات زادة كيف كيف وإلا بعض الأسئلة لمجموعة الإرهابيين الأخرينيين اللي فجروا روحهم سواء كان هنا في سوسة وإلا في بارد ولا عملية محمد الخامس تلقاهم ثلاثة جماعات قبل العملية كانوا على حياة طبيعية جدا الربتور الركروتمون السريع جدا بالشجيع العبد هش في لحظة تحوله الإرهابي نقطة استفهام نرجع لها بعد الفصل جوهرة FM الدنيا وما فيها